اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل. دلوقتي هنروح لمنى عشان تطمنا على حاله الطقس بشكل عام ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. اتفضلي منى. احنا اتفقنا النهارده الجو ابرد شويه من امبارح، لكن لسه الارقام برضو ظريفه، مش هنحس ببرد قوي يعني ان شاء الله. ان شاء الله. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للبروده نهارا على القاهره الكبرى والجنوب الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون بارد على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري ودافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهارده كمان هنلاقي امطار خفيفه لمتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وهنلاقي كمان برضو امطار خفيفه على جنوب الوجه البحري والقاهره الكبرى في الليل. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، الإسكندرية 16، 11، مطروح 16، 10، سيوة 19، 10، بورسعيد 17، 11، دمياط 18، 11، الإسماعيلية 18، 10، والسويس 19، 10. نشوف العريش اللي العظمى فيها 17 والصغرى 10، طابة 21، 13، كاترين 13 وبتوصل بالليل لحد التجمد درجة 0. بعدها شرم الشيخ 25 14، الغردقة 24 13، الفيوم 18 9، بني سويف 18 8، والمنيا 19 6. كلما بنتجه جنوبا كل ما درجات الحرارة بتستمر في الارتفاع صباحا وتستمر في الانخفاض ليلا. بنلاقي أسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 7، سوهاج 20 8، قنا 23 8، الأقصر 24 8، أسوان 25 11، الوادي الجديد 24 7، شلاتين 26 13، أما حلايب العظمى فيها 23 والصغرى 14. ده كان بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة في مختلف المحافظات. خلينا نرجع لدلوقتي شاذلي والجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل يا شاذلي. اتفضل يا جمانة. شكرا ليك يا منى.